الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول: اجتمع بالإمام إسحاق بن راهوي أو ابن راهوية على قراءة المحدثين، قال: فتناقشا في مسائل وعلت أصواتهما، وبعضهم يقول الإمام أحمد هو صاحب الحكاية، وبعد أن انتهت المسألة وأراد الانصراف قام فأمسك له بزمام ركابه، فقال له بعض من حضر: لما تفعل ذلك يا أحمد إذا كان هو صاحب القضية؟ قال: ما يضر أخوتنا إن لم نتفق في مسألة، فما زال الناس يختلفون، وما عبر الجسر إلى بلاد ما وراء النهر أعقل أو أعلم من إسحاق رضي الله تعالى عن الجميع. الإمام الشافعي كما تعلمون أيها الأحباب لما ذهب إلى العراق وصلى الفجر في مسجد الإمام أبي حنيفة رحمه الله ما قنت في صلاة الفجر، فقيل له في ذلك، قال احتراماً وأدباً مع صاحب هذا القبر، لأنه يقول إن الفجر ليس فيه قنوت. الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى لما دخل المدينة المنورة وقدمه الرشيد ليصلي إماماً فصلى، ثم تذكر أنه كان محدثاً لم يكن متوضئاً، ومذهب الحنفية أن من صلى بالناس غير متوضئ يلزمه أن يعيد الصلاة مع الناس، لأن من صلى خلف الإمام لا يقرأ، ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا مذهب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، لكن لو قال للناس ذلك مشكلة، فتوضأ وأعاد الصلاة لوحده. فقيل له في ذلك، قال: إن الأمر إذا ضاق أخذنا بقول إخواننا من أهل المدينة. ولما توضأ الرشيد ثم احتجم وصلى، صلى خلفه الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى، فقيل له: أتصلي خلفه وخروج الدم من الجسد إلى موضع يلحقه حكم التطهير أو التطهر ناقض عند الحنفية، وبكثرة ناقض أيضا عند الحنابلة، الشافعية والمالكية لا يقولون بنقد الوضوء بخروج الدم، مسألة خلافية. كيف صليت خلف الرشيد وقد احتجم؟ قال: كيف وقد أفتاه مالك، كيف لا أصلي خلفه؟ أرأيت لو أن مالكا كان يصلي بنا ألا تصلي خلفه؟ ثم قال جملة رائعة، قال: وإننا نرى عدم الصلاة خلف الأئمة من شيم أو من شعار أهل البدع، إن والله أنا لا أصلي خلف الإمام وتقع الفتنة وتقع المشكلة. هذا أدب علمائنا رحمهم الله تعالى.